بفرض إنها أيام صعبة والناس تعبانة ومضطربة، ما أنا عارف والرب شارحها ومسميها زمان الغربة. مش هنا في برضو حاجات صعبة في أمريكا وكده، ولا الحياة حلوة وزي الفل؟ في حاجات ده من نوع تاني غير اللي في الشرق الأوسط يعني. طب إحنا هنعمل إيه في الحاجات الصعبة دي؟ أنا هعمل كل اللي علي، هثبت على موقفي ومكاني، وهنور ليلي بأغنية تعلن في الضيقة إيماني. أمين.
رجع بيجرجر في ذل اللي ما اصطادش الليل كل راجع بيجرجر في ذل واللي ما اصطادش الليل كل راجع بيجرجر في ذل لو سمع النعمة هتقول وتدله يصير كأس ورايق اللي مصطادش الليل راجع بيجرجر في ذل اللي مصطادش الليل كل راجع بيجرجر في ذل لو سمع النعمة هتقول وتدله يصير كأس ورايق مجد المسيح عندي